عقد وين؟ هو عقد إيجار، عقد إيجار بيع معمول متغير الصفة بتاعته ومعمول عقد جواز. الوقت بنتي عنده 46 سنة أو 47 سنة، طفل عمرها 14 سنة، بتعمل لها عقد جواز إزاي؟ والنيابة تحفظ لي المصدر بناء على عقد الجواز ده. وفي بعض المحاميين الأقباط أو بعض المحاميين اللي التصقوا للقضية القبطية قالوا إن المصدر ده قانوني. هو غير قانوني، ده عقد إيجار. هو لو ركز فيه وقراه كويس وذاكره كان عارف إن ده عقد إيجار مش عقد جواز. مكتوب البيان بتاع الجواز إيه؟ نادية مطرة مديانة مسيحية، أحمد حماد إبراهيم. بس هو أحمد حماد إبراهيم عبود، غير إن هو كاتب نادية مطرة مديانة مسيحية وأحمد حماد، لا كاتب له رقم قومي ولا شهادة ميلاد ولا عنوان ولا تاريخ ولا ديانة، لكن نادية مطرة مديانة مسيحية. بناء عن كده ان الاثنين الشهود اللي موجودين في المحضر مكتوب بياناتهم واقامهم القوميه وعلوانهم مظبوطه، يبقى ده ازاي عقد جواز؟ ومحامي يطلع ويقول لي ان ده عقد جواز رسمي والنيابه بتاخد بيه. بتاخد بيه على اساس ايه؟ عايزه اي حد يقف يقرا العقد دوت ويقول انا ست جاهله ما بقراش ولا بكتب، بس انا ام وبدور على حقي في بنتي. الصورة دي بعيد عن وشك يعني فيها شوية. الصورة دي كانت أحدث حاجة لناديا قبل ما تتاخد بحوالي أسبوع أو 15 يوم. كنت بعمل لها ملف مدرسة إعدادي، يعني كانت داخلة لسه أولى إعدادي.